بسم الله الرحمن الرحيم. العلاج بالطاقة والشاكرا والين واليانج وسحب الطاقة السلبية وقانون الجذب وثنية وإلحاد من أكثر ما يكون. والمصيبة في هذا الموضوع أنه دخل على بعض المسلمين من خلال مسحة شرعية ومسحة علمية لكل هذه الكفريات. يقول لك العلاج بالطاقة في القرآن، العلاج بالطاقة ده علم، وهذا كذب وافتراء على الدين وعلى العلم. واللي بيدخل في هذه الكفريات بيتحول بعد شوية لمجنون بجد أو ملحد أو الشيطان بيلبسه. أنا بتكلم بجد. العلاج بالطاقة وقانون الجذب والتأمل والشاكرا وسحب الطاقة السلبية شيء والله مرعب، مدمر للعقيدة، مدمر للعقل والبدن. العلاج بالطاقة دي حاجة في عقيدة الهندوس الوثنية، ملهاش أي علاقة بالطاقة العلمية اللي احنا نعرفها، الطاقة الفيزيائية. ولذلك يصنف العلاج بالطاقة باعتباره علما زائفا، ما هواش علم. طيب ليه بقى هذا الموضوع وثني شيطاني؟ لأن الهندوس بيعتقدوا أن الإله يحل في كل شيء، والطاقة الحيوية الكونية الوهمية في معتقدهم هي أحد تجليات الإله عندهم. فاللي بيتشحن أثناء شحن الشاكرا والحركات الهبلة اللي بيعملوها، اللي بيتشحن في هذه المعالجات بالطاقة هو الإله في الفكر الهندوسي. يعني كفر ووثنية وتخلف، كوكتيل معفن. يقول لك أصل أنا بسحب الطاقة السلبية ويعمل حركات هبلة. مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية وطاقة إيجابية، دي كلها من تبعات الوثنية الهندوسية. الإنسان متعادل الشحنة، البيوت متعادلة الشحنة. كمان موضوع الشاكرا والله نفس الهراء، هلس وضحك على الجهال. وكل كوم وموضوع التأمل مديتيشن كوم تاني خالص، ده بيوصل الإنسان لخواطر شيطانية والله مرعبة، بيخلي الشيطان يلبسه، بيوصل للجنان الرسمي. والله بتكلم بجد. أبحاث خطيرة اتعملت على تأثير التأمل والمديتيشن واليوجا على العقل والنفسية والجسد بتدمر. 82% من ممارسي التأمل بعد عام واحد من هذه الممارسة أصيبوا بنوبات هلع ورهاب وخوف شديد. 57% أصيبوا بالاكتئاب. 47% بدأت تأتيهم خواطر مرعبة. 30% أصبحوا أكثر عدوانية. 27% أصيبوا باضطرابات في النوم. 18% جات لهم ميول انتحارية. فالمعالجين بالطاقة والتأمل هؤلاء شلة من النصابين والمرتزقة، بيستغلوا حاجة الناس النفسية ويعيشوهم في أوهام. والمصيبة ما هياش في الأوهام وبس، المصيبة إنهم بيضيعوا العقيدة بتاعتهم، بيدمروا آخرتهم. الموضوع أصبح منتشر بين المسلمين، فلازم نحذر منه، ده أخطر من الإلحاد المادي بكتير. لو قصة قانون الجذب مصيبة تاني خالص. يقول لك أصل ربنا خلق هذا القانون وإحنا بنسحب اللي إحنا عاوزينه بالتفكير فيه والتركيز عليه. افتراء وكذب على الله. والله مفيش حاجة اسمها قانون الجذب، ده حاجة زي الاعتقاد بتأثير الأبراج، كله شرك. والطلب من الكون بالتركيز الأهبل اللي بيتعمل والكون يلبي طلبك، إن لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟ قال ربنا سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا في حلقة، فما بالك بمن يعتمد على قانون الجذب والين واليانج وشحن الشاكرات والعلاج بالطاقة والميديتيشن وكل هذه الوثنيات الكفرية. في فيديو مهم جدا أنا عملته في هذه المواضيع بتكلم بالتفصيل عنها، رابط الفيديو في الوصف، شوفوه وانشروه بين المتأثرين بهذه الخرافات، لأن الخرافات دي والله دمرت بيوت، دمرت عقول. في ناس كفروا بالله نتيجة لهذه الشركيات. في ستات والله أزواجهم كلموني اتطلقوا وسابوا البيوت بتاعتهم
لأن البيت في طاقة سلبية عالية، خيبة وهبل وخراب بيوت على يد المعالجين بالطاقة على أعلى مستوى. فده فيديو مهم جدا لازم تشوفوه.